السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة بالفيديو ده إن شاء الله هنحاول نظبط الجلابية دي، هنرفع الأكتاف بتاعتها شوية وهنتنيها، هنقصها من الديل وهنتنيها، هنشوف هنعملها إزاي مع بعض. بس أول حاجة حابة أقولها لكم إن دي مش عشان جلابية هي هتتعمل كده، أي حاجة عايزه تتعمل هتتعمل بنفس الطريقه. يعني انا كنت قلت لكم شرحت لكم رفع اكتاف العبايه في فيديو التاني، العبايه كل وش قلت لكم الرفع ازاي، بس ما رفعتهاش عملي. دي انا هرفعها عملي، اقدر ارفع اي كتف اي حاجه، اذا كانت جلابيه، عبايه، بلوزه، اي حاجه ايا إن كان، انا برفع الكتف بالطريقه اللي انا هعملها دلوقتي في الجلابيه دي اي حاجه. بس قبل ما ابدا اشتغل عايزه اقول لكم معلش سامحوني، الفيديوهات امبارح والنهارده التليفون فيه مشكله، انا لسه مش عارفه اوصل لها، مخلي الفيديوهات ضلمه، مش عارفه المشكله فين بالظبط، بس انا هحاول ان شاء الله في اقرب وقت كده احل المشكله دي. هو التليفون مش عارفه لما بقرب ايدي منه كده الفلاش بيعلى وبينور، بمجرد ما انزل ايدي كده عشان اشتغل الاقي الصوره ضلمت تاني، انا مش قادره احدد ايه المشكله اللي في التليفون، فمعلش سامحوني كده واستحملوني الفيديوهات دي لحد ما اظبط موضوع الاضاءه بتاعت الفيديوهات. طيب اول حاجه هعملها ايه قبل ما اقلب الجلابيه عشان نبدا نشتغل فيها، عايزه اقول لكم ان انا مبدئيا كده لو الكم طويل معايا مش هيأثر الرفع اللي انا هرفعه للكتف، يبقى ماشي تمام هرفع، لكن لو الكم معايا مظبوط يبقى انا مش هقدر ارفع الكتف، لان لو رفعت الكتف الكم هيقصر، يبقى انا لازم اتاكد الاول ان الكم طويل قبل ما ابدا ارفع الكتف، اتاكد ان الكم طويل والشويه اللي انا هرفعهم من الكتف مش هيقصروا على طول الكم معايا. خلاص طيب نبدا نشوف بقى هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا الجلابيه اهي، اول حاجه بعملها زي ما اتفقنا مع بعض زي ما قلت لكم في فيديو رفع الكتف في العبايه، اول حاجه هعملها انا همسك الكم كده بالراحه خالص واقص الاوفر. خلاص بسم الله اهو هقص الاوفر بالراحه خالص كده، طيب انا قصيت الكم اهو فصلته عن الجلابيه خالص. خلاص طبعا احنا زي ما اتفقنا بنشتغل كم كم عشان ما احطش كم مكان كم، بشتغل كم الاول وزي ما عملت في الكم الاولاني بعمل في الكم التاني، انا شلت الحته اللي فيها الاوفر اهي. طيب قبل ما ابدا اشتغل واقول لكم انا هعمل ايه هنا، حابه اقول لكم برده معلومه، لو انا كم طويل معايا ممكن اقصره بطريقتين، ممكن اقصره بطريقتين. الطريقه الاولى ان انا لو انا عندي الكم هنا مش هيأثر الوسع بتاعه، او لو انا عايزه اضيق الوسع ده كده، لو هي بلوزه بتاعت بنوته مثلا وعايزه الكم تضيقه شويه، يبقى انا لو هقصر الكم ممكن اقصره من هنا عادي ومش هيأثر عليا في وسع، مش هيأثر عليا في وسع الكم، لان انا اوريدي عايزه اشيل الجزء اللي يعني عايزه اضيق الكم. لو الكم قد الكم بالظبط كده وانا مش عايزه اضيق الكم، يبقى انا باجي من تحت كده، لو التانيه لو انا عايزه اتني تانيه كبيره بقص التانيه وبتني تانيه صغيره، ولو عايزه اضيق الكم بضيقه، مش عايزه خلاص بعمل من هنا، لكن لو مش هيأثر معايا بقصه. طيب انا لو حبيت اقص الكم هقصه ازاي؟ انا معايا الكم اهو، لو حبيت اقص الكم واقصره هقصره ازاي؟ همسك اشوف انا عايزه اقصر قد ايه، وليكن مثلا عايزه اقصر هنا، طبعا انا بعمل حسابي في الخياطه، يعني مثلا لو انا عايزه اقصر الكم حته قد كده، حته قد كده اهو، لو الكم طويل معايا حوالي الجزء ده كده، يبقى انا بزود عليه قيمه سنتي قيمه الخياطه،
خلاص. طيب بعد كده بعمل ايه؟ بروح جاية ماشية نفس القصة اهي، بحرد كده نفس الحردة، بمشي مع الكم زي ما هو نفس التانية اهي كده اهي كده خلاص، بمشي نفس التانية نفس القصة اللي مقصوصة كده، بمشي عليها نفس القيمة. لو انا هاخد 2 سم من هنا، بمشي 2 سم 2 سم 2 سم لحد الاخر، ببقى ماسكة المزورة او بقيس كده، لو عايزة اقيس بصوابعي كده بقيس كده وامشي كده. طيب لو انا عايزة اضيق الكم، تضييق الكم بيبقى ازاي؟ اهو لو انا عايزة اضيق الكم ده كده اهو، ادي الكم معايا، بشوف برضو انا عايزة اضيق القيمة قد ايه، بضيق كده اهو، بمشي كده خط اهو، بمشي كده 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 وانزل على ما فيش، انزل كده انزل انزل على ما فيش كده خلاص. طيب فرضنا ان انا عايزه اضيق الكم لحد الاخر، بمشي بمشي كده، باخد الخط اللي انا ماشيه بيه كده، بدل ما انزل على ما فيش كده، لا انا هنزل لحد القيمه اللي انا عايزاها، انا معلمه عايزه اعلم قد ايه من هنا اهو، بنزل كده 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 اهو، ببقى خدت الخط كله كده بعلمه كده. وبعدين على المكنه لو انا مبتدئه على المكنه، بروح ماشيه خط مستقيم كده. بعد كده بعد ما بالتدريب شويه شويه، انا بقدر احدد انا عايزه اضيق قد ايه، وبروح واخدهم على المكنه وماشيه خط ونازله على مفيش. لكن وانا لسه مبتدئه بتعلم جديد، لازم ابقى معايا التباشيره او المارك وامشي كده خط مستقيم كده ينزل على مفيش. لو انا مش حابه اضيق الكم، لو حابه اضيق الكم بنزل اضيق الكم على حسب ما انا عايزه، بنزل واضيق. بالنسبه للطول هنا، لو هقصر الكم من هنا، بمشي كده زي ما قلت لكم كده، بمشي خط كده نفس الحرده بتاعه الباط بالطريقه دي، بمشي نفس الحرده بتاعه الباط خلاص. ده بالنسبه للكم. طيب بالنسبه للجلابيه بقى، انا دلوقتي قصيت، انا شلت الاوفر من الجلابيه، طيب انا عايزه اخد قد ايه من الجلابيه؟ انا عايزه الكتف يبقى لحد هنا، عايزه الكتف يبقى لحد هنا اهو. انا مش هاخد ده واروح مقصره الكتف، انا لازم اعمل حسابي في الخياطه. طيب هعمل حسابي في الخياطه، اعمل جزء كده للخياطه اهو. طيب انا الجلابيه عندي، هل هي من هنا من عند الصدر مظبوطه؟ لو من عند الصدر مظبوطه، بروح واخده جزء صغير كده اهو بس كده، واروح عامل ايه؟ لو الجلابيه مظبوطه من عند الصدر من هنا، انا معايا الجلابيه دي مش مظبوطه من عند الصدر، هي واسعه من هنا خلاص، يبقى انا هعمل ايه؟ مش هنزل بقى كده على ما فيش، لا انا هنزل كده، هاخد خط كده وانزل كده اهو، وانزل كده كده اهو، وبعدين انزل هنا كده، انزل كده اهو، اجي ما اخدش بقى لحد تحت، هنزل اجي كده اهو كده. طيب خلاص هاجي بقى اقص الجزء ده اللي انا خدته دوت، لو انا هعمل مش عايزه اوسع من هنا، هاخد الجزء الصغير ده واقصه، انا عايزه اوسع من هنا، باخد الجزء ده كده اهو وانزل كده على ما فيش خلاص. طيب تعالوا بقى نقصه اهو، بسم الله. طبعا بعمل حساب الخياطه، خليكم مركزين معايا، اوعي تقصي، انت عايزه تقصي عايزه الكتف يبقى لحد هنا، تروح اقصه لحد هنا، يبقى انت لما هتيجي تخيطي هتلاقي الكتف بقى لحد هنا، بقى طلع عن الكتف. طيب اهو كده انا قصيت الجزء ده، هخلي الجزء ده معايا هحتفظ بيه ليه؟ عشان انا لازم اعمل الجنب التاني قد الجنب ده خلاص. طيب هاجي هنا بقى الخطوة المهمة جدا، انا لما انا عملت الكلام اللي انا عملته ده، هاجي هنا احط الكم، الكلام اللي كنت بقوله لكم في فيديو العباية، انا لما هاجي احط الكم هقيس كده، هعمل اختبار كده اهو، هقيس كده 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 اهو. طيب انا عندي الجزء ده، الجزء ده اهو طلع كتير اهو، بص اهو شفتوا معايا كده الكم طلع فين؟ طلعت الحته دي زياده. طب انا هودي الحته دي فين؟ طيب نشوف هنودي الحته دي فين. هاجي هنا عند الكتف، عند الكتف هنا دايما الجاهز معرفش ليه يعني بيبقوا عاملين الكتف كده اهو، الكتف كده، مع ان احنا المفروض ان الكتف ده احنا بنقصه، واحنا بنقص بننزله كده اهو، بننزل الكتف كده شويه خلاص. طيب انا كتف هروح عاملاه كده، هنزل الكتف شويه اللي هم ما نزلوهمش دول، هنزلهم انا كده عشان اخد اخلي الكم
قد البدن او قد حردة البوط، خلاص. طيب واجي اقيس بعد ما هاخد الحردة دي كده، بعد ما هاخد الجزء ده كده اهو، هاخده الاول بالمكنة نشوف ازاي اهو. بسم الله، باجي من هنا ما اخدش حاجة من عند الحردة بتاعت الرقبة هنا، ما باخدش حاجة، انا باخد ببدأ من الاول كده مع الاوفر اهو. بسم الله اهو، وبنزل كده اهو، خدت كده ونزلت شوية كده خلاص. طيب هاجي اعمل ايه هنا تاني اهو، هاجي هنا اقيس تاني اهو، اقيس تاني كده اهو كده بقى. اتفضل عندي حتة صغيرة، الحتة دي قلت اهي، خدنا منها جزء، اتفضل الجزء ده. طيب انا قدامي حاجة من اتنين، لو انا عايزة اضيق الجلابية او عايزة اضيق العباية، هاجي بالخط ده كده وهنزل بيه على طول، هنزل بيه على طول. طيب انا هنا الجلابية دي انا مش عايزة اضيقها، مش عايزة انزل بتضييق، يبقى انا باخد جزء صغير قوي كده وانزل بيه على مفيش اهو، جزء صغير قوي كده وانزل بيه على مفيش اهو، هعمله كده على المكنة اهو. بسم الله اهو، ونزلت بيه على مفيش اهو كده خلاص. هاجي اعمل برضو نفس الاختبار تاني اهو اهو كده. انا بقى عايز اقول لكم حاجة، انا بالنسبة لنا بحب ان انا لما بعمل الكم بحب اخلي سنتي في الكم عشان اعمل شوية تشريب هنا عند الكم كده، دول بيريحوا لي الكم، بيخلوا الكم يبقى مرتاح معايا، فاحنا المفروض ان احنا بنعمل الكلام دوت. طيب باجي بقى اخد على اول الكم، الكم على بعض اهو، باجي على اول الكم اخد علامة صغيرة كده اهو، اهي علامة صغيرة عشان اعمل ايه، عشان اخلي الكتف يبقى قد الكتف خلاص، وابدأ اشتغل كده، هقلب الكم اخليه على وشه وادخله كده في الكم كده بالطريقة العادية اللي احنا بنركب بيها الكم بتاع الجلابية اهو. بعد ما اعمل الخطوة دي لو انا حابة اعمل اوفر هعملها، مش حابة ممكن اسيبها كده اهو، هبدأ اخيط كده وامشي بالراحة خالص كده اهو، همشي بالراحة خالص اهو، وباجي هنا باجي هنا اخلي المنتصف العلامة اللي انا خدتها تبقى على الكتف بالظبط اهو كده اهو، باجي هنا بخلي العلامة على الكتف بالظبط اهي كده، وبعدين ابدأ اقلب واخيط بقية الكتف اهو اهو، ركبت الكم اهو بالطريقة دي. طيب هروح اعمل الكتف نفس الكتف اللي انا عملته في الكتف ده، هروح اعمله في الكتف ده. انا لما هقيس كده الكتف اهو على الكتف اهو، لما هقيس كده الكتف على الكتف هيطلع الجزء اللي انا شلته منه، هيطلع انا هروح بنفس الجزء اللي انا احتفظت بيه ده، هو نفس الجزء ده اللي انا هعمله في الكتف التاني، هشيله من الكتف التاني برضه، هشيل الاوفر بنفس الطريقة واشيل الجزء اللي انا شلته، واضيق نفس القيمة من فوق من عند الكتف، وضيق نفس القيمة من عند البدن، وبعدين اقلب الكم واروح مركبة فيه. طيب بعد ما عملنا الكمين بنفس الطريقة هنشوف بقى احنا هنتني الجلابية ازاي. اول حاجة انا بعملها لما باجي اخد المقاس بقيس الجلابية على طولي، وما ببقاش موطية، او اللي انا بقيسها عليها ما تبقاش موطية، تبقى مفروضة زي ما انا قلت في الفيديو بتاع العباية تاني العباية. بعد كده الخطوة التانية لو انا مش عايزة اقيسها على طولي او مش قدامي، الافضل اللي انا بحب اعمله انا شخصيا ان انا بجيب جلابية لنفس الشخص اللي انا هعمل له الجلابية، هظبطها عليه نفس الشخص كده، ممكن احط الكتفين على بعض واقيسهم على بعض، افرد الجلابية
الطويلة على الأرض الأول، وبعدين أفرد فوقها الجلابية اللي أنا اللي هأثر عليها. بتبان بقى، بيبان الجزء اللي عايز يتأثر لحد هنا لحد هنا، أي أيا كان بيبان الجزء. حاجة تانية ممكن أعملها إن أنا أمسك من تحت الباط الجلابية، من تحت الباط، والجلابية التانية اللي أنا عايزة أتنيها من تحت الباط، أحط تحت الباط على بعض وأخدهم أقيسهم على بعض بالجنب. دايما وأنا بقيس، لو بقيس على طولي بقيس من ناحية الجنب، اوعي تقصي من ناحية الأمام، يعني ما تاخدوش الطول من ناحية الأمام، دايما احنا بناخد الطول بالجنب. طيب أنا عندي بالجنب أهو، أنا طلع بالجنب، أنا عايزة أتني مثلا الجزء ده، عايزة أتني الجزء ده، هل أنا لما هاجي أتني الجزء ده هعلم وأروح أقصه الجزء ده؟ لا طبعا، الحاجة هتقصر. أنا لما أكون عايزة أتني لحد هنا مثلا، بزود شوية قيمة الخياطة، بزود شوية قيمة الخياطة، خلاص يبقى أنا عايزة أقص الجزء ده، خلاص تمام. طيب بالنسبة للجلابية دي، أنا عايزة أتني جزء، يعني أنا يعني هشيل التانية، أنا عايزة مثلا أتني لحد هنا، عايزة أتني مثلا لحد هنا الجزء ده، بعلم الجزء ده، الجزء ده كام سنتي؟ أهو الجزء ده كام سنتي؟ كده تقريبا أهو 8 سنتي، أنا عايزة ياخد 8 سنتي، هاجي 8 سنتي على طول الجلابية كلها، 8 سنتي، آخد 8 سنتي أهو، كل الجلابية تمشي كلها بالطول أهو 8 سنتي. أنا عاملة حسابي في الجزء اللي أنا باخده ده، عاملة حسابي إن أنا لسه هتني، خلاص أنا بعلم الجزء ده كده، مش هو ده اللي أنا هقصه، ده الخط اللي أنا هتني عليه، ده الخط كده اللي أنا هتني عليه، خلاص. طيب أنا عايزة أعمل إيه بقى؟ عايزة أقص جزء وأخلي جزء، يبقى أنا الجزء اللي هقصه، أنا وليكن هقص مثلا، أنا عندي التانية دي، يبقى أنا هقص التانية دي، هاخد علام. لو ما عنديش التانية دي أو عايزة أقص أكتر أو أقل، باخد برضو علام تاني كده أهو، ده اللي بقص بيه. يبقى أنا عندي علامتين باخدهم على الجلابية أو على العباية أو على أي حاجة أنا عايزة أقصرها، باخد علامتين، علامة أنا هقص قد إيه، والعلامة التانية أنا هتني قد إيه. في واحدة ممكن تقولك لا أنا مش عايزاك تتني، أنا عايزاك تسيبي لي الكلام ده فيها، خلاص تمام. يبقى أنا بقيس وبشوف هي عايزة تتني قد إيه كده، واللي هيطلع ده أنا هتنيه على جوه وخلاص، ونخلص وخلاص تمام. أنا هقص ده كده عشان نبدأ نخيطها ونشوف احنا هنعمل فيها ايه. اهو بسم الله، هقص كده التانية دي، هقصها كده اهو طبعا. واحنا بنقص يا جماعة نتأكد ان الظهر على الخلف الاتنين قد بعض بالظبط، محطوطين مع بعض اهو. لو مش هتعرفي تعملي كده يبقى قصي كل واحدة لوحديها، علمي داير ما يدور وقصي، لو هتعرفي تحطي الاتنين على بعض كده حطي الاتنين على بعض وقصي كده. تمام اهو. طيب انا بقى ايه عايزه اتني الجزء ده، انا عامله الجزء ده، سبت كل ده ليه؟ انا كان ممكن اسيب 2 سم بس واتني تانية صغيره قوي، لو انا عايزه اتني تانية صغيره. انا سايبه الجزء ده عشان انا عايزه اتنيها تانيتين فوق بعض القيمه دي. هعمل ايه دلوقتي؟ اهو هاجي كده العلامه اللي انا واخداها اهي، هتني ثانيه كده وكمان تانية كده اهو، ولحد ما اجي عند العلامة اللي انا عايزة اتنيها دي، خلاص. طيب اهو هنعمل كده وكده، جيت اهو عند العلامة بالظبط وابدأ اتني اهو بسم الله. طبعا انا ببقى واخدة العلامة دي داير ما يدور، تمام، ملكيش دعوة باللي انا هعمله، معلش. انا يعني عشان انا عارفه انا بعمل ايه، فانا مش هاخد علامه داير ما يدور الجلابيه، لكن حضرتك لازم تاخدي علامه داير ما يدور الجلابيه عشان ما تطلعش حته نازله وحته طالعه وتتورب معاكي وكلام من ده، خلاص. باخد كده اهو اهو كده اهو، انا ماشيه على الخط اهو تمام، وبمشي داير ما يدور اهو كده
كده اهو، بظبط كده وبمشي داير ما يدور اهو. انا ماشيه بالراحه خالص عشان ابقى معاكم خطوه خطوه كده تبقوا شايفين انا بعمل ايه. كده اهو لحد ما هاجي في الاخر خالص هلاقيهم الاثنين بيقفلوا، ادام انا واخده ثانيه قد الثانيه هلاقيهم الاثنين بيقفلوا مع بعض في الاخر اهو. ادام انا واخده خط داير ما يدور اهو بيجي معايا في الاخر اهو اهو كده اهو، جت معايا وقفلت للاخر اهي. الخط اهو ده قد ده نفس الثانيه اهي مظبوطة وزي الفل مفيهاش أي حاجة. وهتيجي تقيسيها هتلاقيها هو المقاس اللي حضرتك عايزاه. يا رب يكون الدرس مفيد، يا رب تكونوا استفدتوا، ولو حبيتوا تأثروا حاجة أو تتنوها أو من غير تأثير يعني، لو حبيتوا من غير قص، ولو حبيتوا ترفعوا كتف، لو في حاجة وقفت قدامكم أو نقطة مش مفهومة، أو جيتي تأثري حاجة أو تظبطي حاجة طلعت معاكي مش مظبوطة او حاجة وقفت قدامك قوليلي عليها. ولو الفيديو كان مفيد بالنسبة لكم ياريت تعملوا لايك وتشيروه لاصدقائكم عشان المعلومة توصل لاكبر عدد ممكن. واللي لسه مشتركوش يشتركوا في القناة، واستنوني ان شاء الله في درس جديد عن تظبيط الحاجة او ايا كان بقى انتوا يعني، على حسب ما هشوف الفيديو الجاي ان شاء الله هنشتغل في ايه. استنوني على خير ان شاء الله، اشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.